كاين حاجة برك اللي ما عجبتني شوية، هي شو صاري في ليباج. باش نقول لكم خاوتي، خلوا بنات الناس طرونكيل، و احنا اون غيان في دمال. يعني انا كل واحد دار نصف الدين واستبيت وفي الحلال، كل واحد كيفاش يحب يكمل حياته في الدنيا. كاين اللي يحب يكمل حياته في الحلال، كاين اللي يحب يكملها في الفن ويكملها في الاخر. كل واحد الله يسهل عليه. اغيت برك ما تجبدوا في بنات الناس يتو سي با بيان. انا اليوم راني متزوج، على الاقل احتراما ليا واحتراما للزوجه الكريمه. خلوا بركنا